بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصيد وفي الباب الثاني، والذي عنون له بقوله باب في الصيد، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك. قال: ذكياً أو غير ذكي؟ قال: ذكياً أو غير ذكي. قال: نعم. قال: فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال: ذكياً وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثراً غير سهمك. قال: فأفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: اغسلها وكل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما سبق أن مر معنا في الدروس المتقدمة من حكم حل الصيد الذي تصيده الكلاب المعلمة. هذا الصحابي أبو ثعلبة رضي الله تعالى عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن له كلابا مكلبة. معنى أن له كلابا مكلبة أي له كلاب معلمة مدربة على الصيد. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم صيدها، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام حل ما صادته. قال: وإن أكلت؟ قال: حتى وإن أكلت منه. لماذا؟ لأنها إنما صادت بناء على إرسال صاحبها له وهي معلمة. وقد تقدم معنا أن كثيرا من العلماء يشترطون ألا يأكل الكلب مما صاده، لكن هذا الحديث يدل على أن الكلب إذا كان معلما فأرسله صاحبه فصاد ثم أكل من الصيدة، أن هذا لا يجعل هذه الصيدة محرمة، بل هي حلال لصاحبها. فسأله الرجل، قال: افتني في قوسي يا رسول الله. قال: ما صدت بقوسك؟ يعني إذا رميت بسهمك فكل مما أمسك عليك، ما حبسه هذا السهم فكل منه. قال: ذكياً أو غير ذكي. وكذلك في الكلاب التي تقدم الكلام فيها، قال: ذكياً أو غير ذكي. ما معنى قوله ذكياً أو غير ذكي؟ يعني إن سواء أدركت الذكاة فيه فذبحته أو لم تدرك الذكاة، مات قتله الكلب قبل أن تصل إليه فهذا حلال. كذلك ما رميته بالسهم فهو حلال، ذكياً أو غير ذكي، يعني سواء أدركت الذكاة فيه فذبحته قبل أن يموت ذكيته، أو أم مات قبل أن تذبحه وجدته قد مات بسبب الرمية.
هذا كله دليل على حل ما صيد بالكلاب وما صيد بالسهم، وهذه كلها وسائل كما تقدم معنا في الدروس الماضية. لكن في هذا الحديث أمر آخر لم يتقدم له ذكر، وهو أن هذا الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الأكل في آنية المجوس. المجوس هم عبدة النار الذين يعبدون النار من دون الله، صنف من الكفار، والكفار لا بد أن يزايلهم المسلم في الطعام والشراب والأمور التي تقتضي تميز المسلم، لكن الله سبحانه وتعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب اليهود والنصارى، هم كفار، هم صنف من الكفار، لكن الله استثناهم من الكفار بأن أباح لنا حل ذبائحهم وحل نسائهم المحصنات يعني العفيفات. وهذا كما تقدم معنا مرده إلى تألف قلوب هؤلاء على الإسلام، لأنهم يعرفون وجود الله سبحانه وتعالى ويعلمون بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مذكور في كتبهم، وبشرت به أنبياؤهم كما قال عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالله سبحانه وتعالى أباح لنا الأكل من طعامهم ونكاح نسائهم يعني التزوج بالكتابيات. لكن بالنسبة للمجوس هؤلاء لا تحل ذبائحهم، عبدة النار هؤلاء مثل البوذيين وغيرهم وبقية الأصناف، هؤلاء لا تحل ذبائحهم، وآنيتهم الأكل فيها أيضا يحتاج الإنسان المسلم إلى أن يتحرز منه. لماذا؟ قد يقول قائل: نحن في هذا العصر تقاربت الثقافات والناس تعارفوا وتطورت الحياة، فلماذا لا نأكل من طعامهم؟ السر ليس في الآنية نفسها، الآنية قد تكون واحدة مصنوعة من الحديد أو من المعدن أو غيره، لكن الإشكال فيما يطبخ في هذه الآنية. إذا كان الإناء جديدا فلا حرج فيه، لكن إذا كان الإناء مستعملا فإن آنية المجوس لا يحل الأكل فيها ابتداء إذا وجد الإنسان غيرها، لاحتمال أن يكونوا، بل هذا هو الواقع، أنهم يطبخون فيها ما لا يحل أكله بالنسبة لنا، يطبخون الخنزير والميتة وغيرها، وربما بعض الطوائف لحم القرود وغير ذلك. فهذا يقتضي من المسلم أن يتحرز من هذه النجاسات. فهذا الصحابي ربما كان بقربه أناس من المجوس، والمقاربة هذه في المسكن والمجاورة ربما تجعل الإنسان عرضة لأن يستعمل آنيتهم أو أن يأكل فيها، فإذا وجد غيرها فإنه لا يستعملها. إذا لم يجد إلا هذه الآنية ماذا يصنع؟ يغسلها قبل أن يستعملها، يغسلها ثم بعد ذلك يأكل فيها، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. لا يقال بأن هذا فيه احتقار للبشر، لا، هذا تباعد وتنزه عما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. فهذه الأطعمة التي يأكلونها ولا تحل للإنسان المسلم، هذه تحتاج إلى أن يتحرز الإنسان المسلم منها، فإن وجد غيرها من الآنية لا يأكل فيها، وإذا لم يجد إلا هي فإنه يغسلها.
ثم بعد ذلك يستعملها. نعم. باب إذا قطع من الصيد قطعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. قوله عليه الصلاة والسلام هنا البهيمة، هذا يدل على بهيمة الأنعام وليس وما في حكمها من الصيد الحلال، لكن التي لا تحلها الذكاء، الحيوانات التي لا يجوز أكلها حتى ولو ذكيت الذكاء لا تحلها. فالبهيمة هذه مع أنه يحل أكلها بالشروط المعروفة، إلا أنه إذا قطع منها شيء وهي حية، قطع قطعة منها إما قصدا أو عن غير قصد، يعني قصدا كما كان يفعل أهل الجاهلية إذا احتاجوا إلى الودك كانوا يشقون سنام البعير فيقطعون منه قطعة ثم يردونه وهو حي، هذا ميتة، ميتة لا يجوز، لأن اللحم وما خلطه من الشحم لا يحل إلا بالذكاء، وهؤلاء لم يذكوا. كذلك لو قطع منها رماها بسهم أو ضربها بحد نصل فقطع رجلها، قطع رجلها ولكنها لم تمت، لم تمت وذهبت، فهذه الرجل لا يحل أكلها لأنها أبينت من حي. والحديث يقول ما قطع من البهيمة فهو ميتة إذا كانت باقية على حياتها، لكن لو رماها الصائد فقطع رجلها وماتت فهي حلال ما قطع منها وما بقي، لكن إذا بقيت حية وذهبت فلا يحل أكلها حينئذ، لأن هذا اللحم لا يحل إلا بالذكاء، وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها، لا يقال إن هذه بهيمة يحل أكلها، نعم يحل أكلها لكن بالتذكية، فما قطع منها حال حياتها قبل أن تذكى فهو في حكم الميتة، والميتة حرام بالنسبة للمسلمين، حرمت عليكم الميتة والدم وما ذكر معها. نعم. باب في اتباع الصيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. نعم، هذا الحديث فيه ثلاثة أمور، المتعلق منها بالكتاب الذي نحن فيه كتاب الصيد أمر واحد، وأما الأمران الآخران فلا علاقة لهما بكتاب الصيد. الأمر الأول، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من سكن البادية أو انتقل إليها فقد جفا. جفا كيف يعني؟ السكن في البادية والذين يسكنون فيها هؤلاء الأعراب، الأعراب هم سكان البوادي وهم في غالب حالهم يتبعون المواشي، يريدونها على موارد الماء وتتبع الكلأ، هذه حياتهم، فهؤلاء بعيدون عن المدن، عن القرى، عن الحواضر التي فيها مراكز التعليم، فيها التحضر، فيها معرفة الأمور على وجهها الصحيح، هؤلاء منعزلون بعيدون، فمن
كانت هذه حاله الغالب عليه الجهل والجفاء، جفاء الغلظة والشدة، خاصة إذا كانت المواشي هذه من الإبل، لأن أهل الإبل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذين يختصون بها ويتبعونها ويرعونها فيهم الشدة، فيهم غلظة، نظراً لأجسام هذه الإبل وكبرها وقوتها تؤثر على أخلاقهم وعلى سلوكهم، والإنسان يتأثر بالبيئة التي حوله. فهؤلاء لم يخلقوا خلقاً غير بقية الخلق، لكن بحكم البيئة التي وجدوا فيها هذه البيئة تفرض عليهم نوعاً من الجفاء والغلظة والجهل والبعد عن ما يجب أن يتمسك به الإنسان المسلم حتى ولو كانوا مسلمين. والله سبحانه وتعالى ذكر في أصناف الكفار، الكفار كلهم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، لكن من الكفار صنف هؤلاء الأعراب، هؤلاء أشد كفراً، وهذا بنص كتاب الله تبارك وتعالى، الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم، ما يعلمون، هؤلاء بعيدون عن التعليم، بعيدون عن تعرف الأشياء التي تنفعهم، همهم ومعيشتهم مع هذه الحيوانات التي يرعونها والبيئة التي يعيشون فيها هذه بقساوتها وصلابتها تؤثر في أخلاقهم. فهذا صنف. النوع الثاني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ومن تبع الصيد لها، صيد ملها الذي يتبع الصيد، يعني الصيد حرام؟ لا، الصيد مما أباحه الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يتخذ هذا هواية يسلك نفسه فيها ويجعلها همه الأول أو ينصرف إليها في كثير من الأحيان يلهو. يلهو عن ماذا؟ يلهو عن الواجبات التي يجب أن يشتغل بها الإنسان المسلم من ذكر الله، من المحافظة على الصلوات في أوقاتها، من أداء الواجبات، من تفقد الأهل، من رعاية الأبناء، من صلة الأرحام، هذا مشغول بماذا؟ بهذا الصيد وبمطاردة الصيد، وهو أمر يدعو إلى انجذاب الإنسان إليه كل من غمس فيه، كل من غمس الإنسان في قضية الصيد أحب أن يستزيد منها وأن ينخرط فيها، فهذا يلهيه، لا لأن الصيد في أصله حرام، لا، الصيد حلال، لكن من أكثر منه، من استرسل معه، هذا يلهو، يلهيه هذا عن الواجبات، يلهيه هذا عن أمور كثيرة يجب أن يعتني بها، ذكر الله سبحانه وتعالى وأداء الصلوات جماعة وحضور الجمع وأداء الواجبات الأخرى ورعاية الأهل والأبناء كما قلنا، هذا كله قد يضيع عند من يشتغل بالصيد، من اشتغل بالصيد هذا لها. طيب، والأمر الثالث قال ومن دخل على السلطان أو من أتى السلطان افتتن، يعني الدخول هذا على السلاطين ظاهر الحديث أنه فتنة، وعندما يكون الشيء فتنة ماذا يجب على الإنسان المسلم؟ يجب عليه أن يتوقع هذه الفتنة. لكن هذا الأمر أيها الإخوة ليس على ظاهره وليس على ما يفهمه كثير من الناس، مقصود به أمر واضح
وهو الدخول على السلطان من أجل أن يصيب شيئاً من الدنيا، ومن أجل أن يتزين له ليعطيه، ليعرفه، ليكون قريباً منه، لينال من خيره مما عنده. هذا الإنسان الذي يحرص على هذا المعنى يفتتن في دينه، لأنه ليس له هم إلا استرضاء السلطان ليحصل على هذه الأمور. لكن الدخول على السلطان لغرض صحيح هذا أمر واجب، هذا أمر واجب، الدخول على السلطان لطلب صحيح، لنصحه، لمعاونته، لتذكيره، هذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قال الصحابة: لمن؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني مسألة النصح هذه واجب على كل إنسان على قدر طاقته، والمؤمن نصح لإخوانه، ومن الأصناف التي يجب أن يعتنى بنصحها النصح المشروع الأئمة، ولاة الأمر، كل في ولايته، سواء كانت هذه الولاية كبيرة أو كانت متوسطة أو كانت صغيرة، النصح. فكيف هذا أمر لا يشمله ما ورد في الحديث من دخل على السلطان افتتن؟ لا، هذا أمر مطلوب وواجب، لتذكيره، لمعاونته، لبيان بعض الأمور التي قد تغيب عنه، للشكوى إليه. إنسان دخل على السلطان يشكو إليه مظلمة، ما يمكن أن تكون هذه من دواعي الفتنة، لأنه السلطان وضع لمثل هذا الأمر، وجود السلطان في الأرض لمثل هذه الأمور، لإقامة العدل بين الناس، لإنصاف المظلوم من الظالم ونحو ذلك. فالدخول على السلطان لغرض صحيح لا يدخل فيما ورد في هذا الحديث، لكن الدخول من أجل الدنيا، ومن أجل أن يتصنع له، ومن أجل أن يداهن، من أجل أن يحصل على شيء من الدنيا، هذا هو الذي قد يقود الإنسان للفتنة، ويجعله يسكت ويقبل ببعض الأمور، ويظهر بعض الأشياء على غير وجهها الصحيح. أما الدخول على السلطان لغرض صحيح هذا أمر مطلوب شرعا. من الدخول المشروع على السلطان أن يدخل الإنسان لغير حاجته، ما عنده حاجة، هو لا عنده مظلمة، ولا يريد أن يناصح الإنسان ولي الأمر في قضية معينة، لكن فيه أمر آخر يتعلق بمصلحة عامة الناس، هذا أيضا من الأمور المحببة التي تحبذها الشريعة، وهذا ما يسميه العلماء رجال العامة. رجال العامة، من هم رجال العامة؟ هؤلاء الذين تحركهم حاجات الناس، ما لهم في خصوص أنفسهم شيء، إنما تحركهم حاجات الناس ومصالح المجتمع، يذهبون إلى السلطان لا يطلبون منه شيئا خاصا، ولا يشكون إليه غريما، إنما تحركهم حاجات الناس، يذهبون إليه فيقولون: هذا الطريق فيه مفسدة، أو الناس يحتاجون إلى أن يفتح لهم طريق، أو أن تحفر لهم بئر، أو الناس في منطقة معينة عندهم مجاعة، أو فيهم أمراض، أو يحتاجون إلى وجود كذا أو تعليم. هؤلاء رجال العامة، وهؤلاء يعملون لمصلحة الناس، وأجورهم عظيمة، لأنهم يدلون ولي الأمر على الهدى، فإذا حصل منه شيء استجابة لهذا الأمر انتفع الناس، فحصل لهم هم في أنفسهم الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. هذا ليس
من الأمور المذمومة. المذموم كما قلنا إذن قوله عليه الصلاة والسلام: من دخل على السلطان افتتن، يعني إذا لم يكن له إلا غرض دنيوي، مصلحة يريد أن يحصلها، يتلون ويتصنع أمام السلطان حتى يحصل له هذا الأمر، وهو يكثر الدخول ويظهر الرضا والقناعة، وقد يكون في قلبه شيء آخر، لكن هو أمام السلطان يريد أن يحصل على هذه المصلحة الخاصة الدنيوية التافهة، ولكنه لا يريد شيئاً ينفع الناس، ولا يريد أن يرفع عن نفسه مظلمة، ولا يريد أن يناصح الإمام في شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فهذه الأمور الثلاثة، الأمور الثلاثة هذه تتعلق في أصلها بشيء مباح، لكن إذا خالطته أمور أخرى هي التي تبعده وتفسده. المعيشة في البادية ليست محرمة، ليست محرمة، لكن لا يستوي أن يعيش الإنسان في البادية وأن يعيش في الحواضر، مراكز التعليم، الأماكن التي يجتمع الناس فيها على الهدى والخير، ويجدون من يذكرهم بطاعة الله والاستقامة. هذا لا يستوي أن يعيش الإنسان في مثل هذا الجو مع الذي يعيش في البوادي هذه، مع الأعراب هؤلاء الذين لا يعرفون إلا هذه المواشي وهذه الدواب، منعزلون عن الناس، منعزلون عن الحياة. هؤلاء أقرب إلى الجهل، أبعد عن التعلم، ولذلك لا غرابة أن يكون في أخلاقهم وصفاتهم الكثير من الجفاء والغلظة. كذلك بالنسبة للصيد كما قلنا هو أمر مباح، لكن من استرسل معه، من اتخذ هذا عادة يترك كل شيء من أجلها، هذا ملهاه، يلهيه عن الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، ويصرفه عن الأمور النافعة إلى أمور أخرى ليست في مرتبتها. كذلك الدخول على السلطان كما ذكرنا، إذا كان هذا الدخول لغرض شرعي صحيح فالإنسان مأجور عليه، لكن إذا كان لغرض مادي خاص يريد أن يسترضي السلطان أو أن يستلطفه أو أن يظهر له أمرا معينا على غير الحقيقة من أجل أن ينال منه ويكثر التردد عليه لهذا الغرض، هذا هو الذي يكون دخوله حينئذ فتنة عليه. نعم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مسدد قال: ومن لزم السلطان افتتن زاد، وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. نعم، هذا كما بيناه على هذا الوجه الذي ذكرناه. وأما إذا كان قربه من السلطان لمناصحته ولإعانته ولبيان الأمور التي تنفع الناس فهذا لا حرج على الناس فيه، وما وضع السلطان إلا من أجل هذا. نعم. حدثنا يحيى بن معين قال: أخبرنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكل ما لم ينتن، آخر كتاب الصيد. نعم، هذا مر معنا أيضا فيما تقدم، أن الإنسان كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه الذي تقدم معنا، أن الإنسان قد يجد يرمي الصيد بسهمه ثم يغيب عنه هذا الصيد فيجده بعد يوم أو يومين وليس فيه أثر إلا لسهمه الذي رماه به، يعني ما مات غرقا ولا أكله، يعني هجم عليه كلب آخر أو سبع آخر، فإنه إذا اشترك
مع السهم سبب آخر هنا يحرم، لأنه الصائد إنما رمى بسهمه، فإذا انفرد هذا السهم بحبس الصيد أو قتله فهذا دليل على حله، لكن إذا اشترك معه غيره فهذا اشترك حلال وحرام، ولا يدرى أيهما هو الذي حصل الصيد، فلذلك يمتنع على الإنسان أكله كما مر معنا، وقلنا هذا نظرا لاجتماع الحلال والحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام في شيء غلب جانب الحرام احتياطا للحرمات. هذا أبو ثعلبة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إنه يجد الصيد بعد يومين أو ثلاثة أيام وفيه السهم، فيه أثر سهمه ليس فيه أثر آخر، هل يأكله؟ يجده ميتا، لو وجده حيا لا حرج فيه، يذبحه ويأكله، لكن لو وجده ميتا فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له حله، لكن قال ما لم ينتن، وقد تقدم معنا في الحديث الأول قال ما لم يصل، يعني الإصلال هو الإنتان. طيب إذا أنتن هل يحرم؟ لا، لكنه يكره. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لم ينتن، يعني وجد لحما صيدا قد تغير لحمه أنتن، هذا مكروه أكله، لكنه ليس بمحرم، من قويت نفسه على أكله فلا حرج عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرعى في المسلمين جانب الخلق وجانب النزاهة وجانب الطهارة كره لهم أكل هذا الصيد الذي أنتن، يعني تعفن، فإذا تعفن بعد ثلاث، معلوم أنه إذا مات رماه الصائد ولم يجده إلا بعد ثلاثة أيام أنه سيتعفن، فإذا وجده وقد تعفن فالنبي عليه الصلاة والسلام كره أكله. الشيء المكروه ليس بمحرم، المكروه ما هو عند علماء الأصول؟ هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، من تركه أجر ومن فعله لم يأثم، فلو أكل منه لا حرج عليه، لكن المطلوب من باب رعاية كرامة الخلق والنزاهة والنظافة عدم الأكل من هذا، عدم الأكل من مثل هذا الصيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباحه لكنه كرهه إذا أنتن فهو مكروه وليس بمحرم. وغالب الناس يعرضون عن أمثال هذه اللحوم المنتنة، لكن من احتاج إليها، من قويت نفسه على أكلها فإنه لا حرج عليه. فنهيه عليه الصلاة والسلام هنا إنما هو من باب كراهة التنزيه وليس من باب التحريم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوصايا، باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. نعم، هذا حديث عظيم يا أخوة. انتهينا الآن من كتاب الصيد وانتقلنا إلى كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية. الوصية ما هي؟ وصية العهد، عهد الإنسان يعهد إلى من بعده، يعهد إلى ورثته، إلى من له حق عنده، يثبت هذا قبل أن يموت. الموت ليس له وقت محدد يعرفه الإنسان، إنما هو في ميزان الله سبحانه وتعالى وفي علمه محدد، لكل أجل كتاب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى متى يموت. لكن الإنسان المسلم ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يحتاط للموت، حتى ولو كان شابا، حتى ولو كان صحيح البدن، لأنه ما يدري الإنسان متى يموت. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، ما يدري الإنسان متى يموت، قد ينام على فراشه ثم لا يصحو، وهذا يحصل كثيرا. قد يعترضه سبب من الأسباب وهو صحيح فيموت، يقع له حادث، يصطدم، يرتطم، يأكل شيئا يمرض به، يأكل شيئا مسموما، أشياء كثيرة جدا، يعني العوارض كثيرة وهي أسباب للموت بقدر الله سبحانه وتعالى. فماذا على الإنسان المسلم في هذه الحالة؟ عليه أن يحتاط. يحتاط بماذا؟ بهذا العهد الذي يسمى الوصية، يوصي من بعده، يعهد إليهم. يعهد إليهم بماذا؟ إذا كان له شيء يوصي به كما قال النبي عليه الصلاة، يعني عنده مال ويريد أن يكون جزء من هذا المال وصية له، صدقة لا تكون للورثة، هو ينوي هذا في قلبه، لكن إذا مات ولم يكتب هذا فات عليه، كيف يستطيع أن يحرز ما قصد في نفسه بكتابته؟ يكتب هذا، يقول: من تركتي من مالي ابن لي مسجدا، ادفعوا للفقراء كذا، ادفعوا لفلان، سددوا دين فلان، أو يثبت الأشياء التي عليه، يثبت الديون التي عليه، يقول: أنا استدنت من فلان كذا وعلي كذا، ويقول: عندي وديعة لفلان. الورثة إذا مات مورثهم همهم بعد موته ماذا ودفنه؟ قسمة الميراث، فيأتون إلى الأموال التي يجدونها بعده ويعتبرون أنها مما خلفه مورثهم فيقتسمونها، وقد يكون بعض هذه الأموال وديعة عنده، أمانة. من يعرف هذا؟ الرجل مات ودفن، الذي يبين هذا الوصية. ما حق امرئ، يعني الحق الواجب المتعين على الإنسان المسلم الذي عنده شيء يوصي به من ماله أو من الحقوق التي عليه أو الديون أو الودائع التي عنده، أنه يكتبها ويثبتها، يكتبها. هذه الوصية لو كتبها وحفظها عنده لا تقرب ولا تبعد من الأجل. يعني بعض الناس ربما يتشائم من كتابة الوصية ويقول: هذا معناه أن الأجل قريب. نعم الأجل قريب، لأنك ما تدري متى تموت، لكن إذا كتبت الوصية هذه وحفظتها عندك، أجلك مقدر من الله سبحانه وتعالى، لن يزيد فيه عدم كتابة الوصية، ولن يقصر منه كتابتك لهذه الوصية. إذن هي من الحكمة ومن العقل ومن براءة الذمة أن تكتب هذه الوصية، يعني في أسرع وقت. قوله عليه الصلاة والسلام: يبيت ليلة أو ليلتين، المقصود به الإسراع، بهذا الإسراع في هذا، يعني في أقرب فرصة يكتب هذه الوصية ويحفظها عنده، فإذا ما جاء ورثته بعد وفاته وجدوا هذه الأمور مدونة. طيب، قد ينكرها الورثة، وفي هذه الحال يسن الإشهاد عليها، يشهد عليها، يكتب الوصية هذه ويأتي بشهود يأخذ شهادتهم عليها، أو يمكن أن الإنسان الآن يثبتها لدى الجهات الشرعية المختصة، لدى الموثقين،
يثبت هذه الوصية فتكون ثابتة، لا يستطيع أحد أن يغير فيها ولا أن يزيد فيها. نعم. قال: حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاتا ولا أوصى بشيء. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحبس الأموال التي تأتي إليه في خاصة نفسه، كان يفرقها ويوزعها، وهذا من ثقته بالله سبحانه وتعالى ومن عدم اعتنائه بالدنيا وميله إليها. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن مات كما تقول أم المؤمنين ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاتا، ما ترك شيئا ولا بعيرا، وهذا فيه معنى آخر، يعني ما ترك شيئا لأهله من هذه الأموال. يعني كأن المصنف أورد هذا الحديث لعلاقته بما تقدم من وجوب الوصية. كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته ويرشدهم إلى الوصية وهو لا يوصي؟ حديث المتقدم معنا يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت له شيء يوصي به؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده شيء يوصي به، ما كان عنده شيء يوصي به، فلذلك ما حصلت منه الوصية عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. والأمر الثاني: لو فرض أنه وجد بعد النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الأموال، قيل في بعض الروايات إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أعنز يحلبها لأهله، وكانت له لقحة يحلبها أيضا لأهله، أو لقحات. نعم، لو فرض هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، ما تركناه يعني صدقة للمسلمين، ليس إرثا لأهلنا. فلذلك لا ينطبق على النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطبق على غيره من أهمية العناية بالوصية وكتابتها، لأنه إما ما عنده شيء، ما ترك شيئا كما في ظاهر حديث أم المؤمنين، أو أنه ما يوجد بعده عليه الصلاة والسلام ليس ميراثا لأهله، وإنما هو صدقة للمسلمين، صدقة للمسلمين أو ترد إلى بيت مال المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أوصى أمته وحثهم على الاعتناء بالوصية وكتابتها، لكنه لم يفعل ذلك لأنه لا يحتاج إليه، ما عنده مال يوصي به أولا، والشيء الثاني لو وجد مال فهذا المال للمسلمين وليس لورثته. طيب، الوصية هذه متى تملك؟ متى تنفذ؟ في حال الحياة؟ لا، بعد الموت. الوصية بعد الموت، يعني الموصي يقول تصدقوا عني بالمبلغ الفلاني، هذا ينفذ متى؟ بعد الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس له مال بعد موته، لأنه مال للمسلمين، مال للمسلمين. نعم. باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرض مرضا قال ابن أبي خلف بمكة، ثم اتفق أشفي فيه، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟
قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة تدفعها إلى في امرأتك. قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم، هذا حديث عظيم أيها الإخوة، فيه جزء يتعلق بالوصية، وصية الإنسان بماله. بكم يوصي الإنسان من ماله؟ هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن السابقين إلى الإسلام. سعد بن أبي وقاص ومن العشر المبشرين بالجنة ومن المهاجرين، من المهاجرين، كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، جاء إلى مكة، قيل في غزوة الفتح وقيل في غيرها. فمرض سعد في مكة. الهجرة هي الانتقال من دار الشرك إلى دار الإسلام، لكن المهاجرين الذين ذكروا في كتاب الله الذين كانوا أعلى أصناف المؤمنين مع الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين خرجوا من مكة معه إلى المدينة. لذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكرهم في كتابه المهاجرون والأنصار، والمهاجرون والأنصار، هؤلاء هم أعلى طبقات المؤمنين وأفضلهم بلا شك. سعد واحد منهم. طيب هؤلاء الذين تركوا ديارهم، تركوا مكة وخرجوا منها اختيارا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فرارا بدينهم ومؤازرة لرسولهم عليه الصلاة والسلام، بعد أن فتح الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، هل يعودون إلى مكة وتنتهي هذه الفضيلة بالنسبة لهم؟ لا، لابد أن يبقوا، والرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد المهاجرين، هو أول من هاجر. فلذلك سعد لما مرض وهو مهاجر، مرض في مكة فدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام يعوده، وقد مرض مرضا شديدا، أوشك على الهلاك، ظن أنه سيموت في هذا المرض. في ذلك الوقت لم يكن له أبناء إلا بنت واحدة، سعد رضي الله عنه عنده بنت واحدة، وكان عنده مال كثير، فاستشار الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إنه ليس لي إلا ابنه، لا ترثني إلا ابنه، يعني ليس له أولاد من أهله إلا بنت، ولي مال، أتصدق بثلثي مالي؟ نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا كثير، قال بنصفه، قال النصف كثير، قال بثلثه، أتصدق بثلث مالي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث، والثلث كثير، يعني يجوز للإنسان أن يتصدق، أن يوصي بثلث ماله، هذا لا يستطيع الورثة أن يأخذوا منه شيئا، ثلث، ومع ذلك فالثلث كثير، لأنه يجحف بحق الورثة يعني. ولذلك قال كثير من العلماء لو أن الإنسان أوصى بأقل من الثلث، يعني إذا كان الثلث مثلا ألفا فهو أوصى بتسعمائة، أقل من الثلث يكون قد حصل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الثلث جائز، لكن الثلث كثير،
يعني لو كان أقل من الثلث يكون هذا أفضل وأكمل رعاية لحق الورثة. فهذا بيان لما يجوز للإنسان أن يوصي به من ماله بعد موته، وهذا يختلف عما ينفقه الإنسان حال حياته. حال حياته هو حر في ماله، لكن بعد موته يستطيع أن يوصي بثلث أو أقل من الثلث، لا يأخذ منه ورثة شيئا، لا يستطيعون قربانه. فسعد كان على تلك الحال ينتظر الموت. النبي عليه الصلاة والسلام صارت بينه وبين سعد مراجعة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. هذا دعاء سعد أحد المهاجرين، يعني لا تردهم على أعقابهم. معنى هذا أن يموتوا خارج بلدهم التي هاجروا منها. فكأن سعدا رضي الله تعالى عنه أحس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن أجله متأخر. قال: يا رسول الله، أتخلف؟ يعني هل يطول بي المدى بعد هذا الوقت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلك أن تخلف. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لعلك أن تخلف يعني يمتد عمرك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. الحكمة في أن الإنسان لا يوصي بأكثر من الثلث ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحفاظ عليهم، هؤلاء أحق الناس ببرك ورعايتك. قال: لعلك أن تخلف فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، أطلع بما يوحي الله به إليه على عاقبة سعد، فامتد عمر سعد، شفي من مرضه وامتد عمره وتزوج وأنجب أولادا. هذا عامر الذي يروي الحديث، أحد أبناء سعد الذين ولدوا له فيما بعد، كان له 3 أولاد ولدوا فيما بعد. هؤلاء لو أنه أنفق ماله كله أو أكثره ما بقي لمثل هؤلاء شيء. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى نفع بسعد. سعد كان من قادة الفتوح الإسلامية، معركة القادسية الكبرى. من هو قائدها؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فانتفع به أناس هداهم الله للإسلام وأدخلهم في دين الله، وضر به آخرون الذين لم يقبلوا هداية الله، قتلهم وسفك دماءهم وأسرهم واستولى على أموالهم. هؤلاء ضروا بسبب سعد رضي الله تعالى عنه. نفع الله به أناسا هداهم، وضر به أناسا غلب عليهم الشيطان فلم يهتدوا بهدي الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا بد له أن ينظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يستعجل الأمور. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بين له، قال له: إنه إن تخلف، يعني إن طالت به الحياة، فعمل عملا صالحا رفعه الله به درجة وأعلى مكانته به، وهكذا. فهذه الحياة، طول الحياة بالنسبة للإنسان المسلم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم، يعني أفضلكم، من؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. لكن الذي يطول عمره ويشقى والعياذ بالله هذا من الهالكين. الذي يطول عمره في الضلال هذا من الأشقياء، نعوذ بالله من الشقاء ومن الضلال.
النبي عليه السلام يعني يقول لسعد: لا عليك، إن طال عمرك كل عمل صالح تعمله يرفعك الله به. قال: حتى اللقمة، يعني لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن مما يقرب من الله شيئا. قال: حتى اللقمة تضعها في امرأتك، يعني إنسان يأكل مع زوجه فيأخذ لقمة ويضعها في فمها، هذه يؤجر عليها من أبواب الأجر. لماذا هذا العمل اليسير؟ لأن في هذا إدخالا للسرور على قلبها. هذه الزوجة تشاطره همومه، تربي أولاده، تحفظه في نفسها وفي بيته، وتقوم على شؤونه، فإدخال السرور على قلبها عبادة، لأن هذا يدفعها للاستمرار فيما هي عليه، ويزيدها قوة ويزيدها همة. هذا العمل تؤجر عليه. لكن أحد الصحابة الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اسمه سعد ابن خولة، هاجر لكنه وحضر بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بعد ذلك رجع إلى مكة فمات بمكة، انقطعت هجرته. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة، يعني أنه مات بمكة اختيارا، قطع هجرته اختيارا، لكن لو أنه مات يعني مهاجر من المهاجرين كسعد مثلا، لو أن سعدا مات في تلك السفرة لا حرج عليه، لا تنقطع هجرته، لأنه لم يرغب في ترك الهجرة. لكن سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه بعد غزوة بدر عاد إلى مكة وسكن بها فانقطعت هجرته، مات في مكة فانقطعت هجرته. من شروط استمرار الهجرة أن يستمر الإنسان عليها حتى يموت، حتى يموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد.